السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ هاد الفيديو غادي ندخلو بشويه بشويه واني جايه باش نقول لكم غادي نوضو نحيدو الماكياج على وجهنا. اذا ملي كندخلو من الخدمه وحنا خاصنا نعملو هادي، خاصنا نعملو هادي، خاصنا نحيدو هادي، خاصنا نصوبو هادي، ملي كتلحق ديك الوقيته من ورا العشاء كيجينا العكز. كيف كتشوفوا انا باقا يعني بتريكو اللي غادي نقول لكم من بعد علاش لبستو. كيجينا العكز نحيدو الماكياج ديالنا من البشره ديالنا. كاين اللي كتنعس بالماكياج ديالها، ما عمرها وقعت لي البنات، ولكن جيت باش نعطيكم واحد الدفعه باش ملي تكملوا كاع داك المسائل ديال الدار تفكري في نفسك، بينما خاصك ملي تتنعسي سنين تنقيين البشره نقيه. اذا على بركه الله غادي نحتاجو ان بروسادون. انا عملت هذا البنات على ود غادي نتحرك يدي غيتحركوا واحد شويه، يعني هذا مستور ماشي بحال قميص كيكون غير نصفكم كملوا من عندكم. الوغ غادي نحتاج لين بروسادون، غادي نحتاج لا روش بوزي دي ماكيون ديال العينين، غادي نحتاج البيو ديرما لوسيون ما كيخطاونيش، وغادي نحتاج الصابون باش نغسل وجهي. وانتوما معايا وانايا دقه بدقه حتى غادي ننظفوا البشره ديالتنا. اولا غادي نجمع شعري ونرجع لكم. فوالا جمعت شعري، اذا معجون الاسنان وحدها هو كملته صافي، غادي يمشي. غادي نطاكي، غادي نطاكي معجون الاسنان تاني اللي هو ديال الشاربون يعني بنوار كحل، اللي عجيب للسنان. فوالا غادي نحك سناني، وغادي نحتاجو دائما لهاد الشويته اللي كندخلها ما بين السنه والسنه، غادي نحتاج ليها حك سناني ونرجع لكم. تابعوا معايا، اللي مهم اللي مهم بغيكم تعرفوه وهو هاد لي بروس دون هكذا كتحكي سنانك من الداخل يعني بالوحده بالوحده، وكذلك من الفوق هكا وهكا. الا حكينا السنان غير على برا راه يعني الوسخ كيكون من الداخل وكت الكالكير وكيعمل لينا الهشاشه للسنان ديالنا. نكمل فمي ونرجع لكم. الو معجون الاسنان باقي في السنان ديالي، باقي ما شللت السنان ديالي، وكناخد هاد الشويته وكندخل ما بين السنه والسنه فيهم لي طاي. الا كانت عندك ما بين السنه والسنه واسع، ولا الا كانوا عندك يعني لاصقين بحالي انا لاصقه وحده على وحده، كناخد هاد الرقيقه هادي كننظف بها سناني كلهم، وعاده باش كنشلل فمي. فوالا نظفت سناني مزيان. واحد النصيحه نعطيها لكم، اللي ما عندوش القرنفل كلود جيروف، اللي ما عندوش كلود جيروف ما عندوش القرنفل، اللي كنشلل به فمي انا قبل ما ننعس وملي كنفيق في الصباح، ممكن تستعملوا خل التفاح. يعني تاخذوا واحد الكويس ديال الماء وتعملوا فيه واحد المعلقه ديال خل التفاح مدافي وتشلوا به فمكم، كيخلي الفم ما فيه لا ريحه، كيعقم الفم. ما نقولش لكم الفم ديالكم كيولي بالخل ديال التفاح. نكمل معاكم دابا، ما تخلعوش على ود الماكياج غيبدا يحيد بشويه بشويه. غادي نزول الماكياج من عينيا وانتوما متابعيني.
ها المكياج لي ساترنهم الله يحفظو صافي، والفوندو تاه انا نهاري يتقطع الفوندو تاه ما بقيتش نخرج للزنقه صافي. فوالا غادي نعمل العين الثانيه ونرجع لكم، نعمل نمسح العين الثانيه ونرجع لكم. فوالا حيدت المكياج من عينيا، غادي دابا نعمل البشره ديالتي. هاد الفيطه هاد السريبيتات كنفزقها بالماء وكنعمل فيها الصابون اللي هو هي صابون الكحله اللي وقيل العام اللي فات كنت قلت لكم منين تاخذوها غزاله، صابون ديال البشره الجافه وحساسه. غادي نعملو على البشره ديالي ونرجع لكم. هانتوما كنعمل ليها هكا في الصباح وفي الليل. لوح سويبينا في لافابو، نجي هكا نقادو هادشي باش ما فوالا. الوغ نطلعو شوية، يعني التايكو هذا واخا يفزق معليش على ود غادي يمشي لاماشين ديما. انا عملت هذا، نتوما ملي تكونوا في لاصال دو باف راكم عارفين شنو تعملوا، ما محتاجينوش هاد البلاصه هادي. هلا العنق ديالك، نشل البشره ديالتي ونرجع لكم. فوالا غسلت البشره ديالتي، غسلت عنقي هانتوما كتشوفوا الماء، يعني كنشلو مزيان منها فوطة منها خلقة منها كتنشف لك البشرة ديالتك. ما تنسوش ما تنسوش بهاد الخريقة نمشيو اللودينات هكا، اللودينة من وراء الودن، الودينة وكذلك هكذا نمشيو من وراء الودن وكذلك. وما ننساوش بين ما نقدو هاد الخريقه نعملو فيها الصابون وشويه ديال الماء ونمسحو وقيلا كيقولو طوابقك طابق، نمسحو الطابق ديالنا هكا وهكا ونشلو ونعاودو نمسحو ونشفو ونعملو ديدورون اللي هويا اللي كيزول وكيحارب ريحة ما تطلعش، مهمة بزاف هاد العملية. دابا غادي نقادو غير شوية الكاميرا، دابا اشنو غادي نعمل؟ البشرة ديالتي نشفات ليا، غادي ننعس. إذا محتاجة الوقاية الشمسية ديالت الليل اللي هي أمشي نجيبها ونجي. فوالا البنات عملت الوقاية الشمسية ديالت الوجه، لي كخون توتال ديال لي بيبي ديال لي بيبي كنعملها ملي كنكون في الدار، وكنعملها في الليل ديال البشرة الجافة. أما إلا كنت خارجة على برا كنعمل هادي، ولا كنعمل هادي هي اللي كنعمل فوق منها المكياج، هادي ديال النهار كله. اما هادي خفيفه، هادي ديال لي بيبي خفيفه، هادي ديال كل ساعتين نمسحو وجهنا بديلانجات ونعاودو الوقايه الشمسيه. دابا اللي غادي نقول لكم وهو ما تعكزوش ما تنعسوش وما تنعسوش بالمكياج ديالكم. شفتو هاني وليت كنخلع دابا، ما تنعسوش بالمكياج ديالكم. هادي كنعملها للناس اللي مضمين القناه عائله نصائح حليمه، العيالات اللي كيدخلوا تابعهم يوميا حاجه، عندهم الوليدات عندهم، الله يكون كل واحد الله يكون في عونه. ومع ذلك خذي لك نص ساعه المكياج، انا دخلي للحمام
تنظفي فيها البشره ديالتك، تنظفي فيها الذات ديالك، نظفي كل شيء وتمشي للفراش ديالك، تمشي للفراش ديالك نقيه. وانا ديما في الفراش ديالي عندي لو بارفان اللي ملي كنبغي ندخل للفراش ديالي كنريح الفراش ديالي عاد باش كندخل ليه. كنتمنى هاد الفيديو تكون عجباتكم، اللي هي يا نديماكي الوجه تو سامبلومون، ونزعمكم واحد شويه ونتقاسم انا وياكم الصبر وما نهملوش على نفسنا. لا بغيتو تخليو ليا في التعاليق واش بغيتوني نحط لكم المكملات الغذائيه اللي انا كناخذها، اللي هي معاوناني في البشره ديالتي، معاوناني في يعني في الذات ديالتي، في عنقي، في بزاف ديال الحوايج. نخليها لكم، غير خليو ليا لو كومونتير الله يخليكم اون فرونسي على ود بالعربيه. يا ديو ديبا هاد الساعه، مي انا قلت لكم تقيت في سكويله اللي قالوا ليا نورمالمون قريتها انا في البلاد، ما قريتهاش بزاف، قريتها عامين ونص داخله في 3 سنين صافي وخرجت. يعني قالوا ليا ممكن مده واحد سنه عام نرجع نقرا العربيه كيف كنت كنقراها قبل. لهذا كنقول لكم ما تنسوش تعملوا لو بارطاج، لو لايك الله يخليكم. المهم المهم وهو بزاف ديال الناس كيدخلوا يشوفوا قناه عائله نصائح حليمه وكيهملوا علينا بلو لايك وبلو بارطاج. اون توكا اللي كيعمل التعاليق سلبيه ولا الايجابيه كنبغيكم كلكم، كنحمق عليكم، احبكم في الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.